الهلال الأحمر الإماراتي وعددها 60,000 لقاح، وشوف تستهدف 30,000 حالة من الحالات المستهدفة والفئات المستهدفة. نتمنى من جميع الفئات المستهدفة المبادرة إلى التلقيح، والشكر كل الشكر لشقائنا على ما يقدموه في هذا الجانب وفي الجوانب الأخرى. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم جزيرة سقطرى باللقاح كورونا الذي بلغ عدد 60,000 لقاح، وقد وصل منهم 10,000 الآن. وبالأخير ما معنا أن نشكر دولة الإمارات شيوخها وشعبها على هذا الدعم السخي والخيري والإنساني لهذه المحافظة. من الهلال الأحمر الإماراتي للقاح كوفيديا 19 والذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لعدد 60,000 مستفيد، والدفعة الأولى التي وصلت إلى الآن 10,000، يستهدف فيها القطاع فوق الأعمار 18 سنة. فجل الشكر والتقدير لدولة الإنسانية ودولة العطاء